وللحديث عن المؤتمر معنا معما عبد القادر النايل الكاتب والمحلل السياسي، اهلا ومرحبا بك استاذ عبد القادر. بدايه، مؤتمر لرؤساء برلمانات جوار العراق في هذا الوقت بالذات، ما الرسائل المراد ايصالها من خلاله؟ اهلا وسهلا بكم وبمشاهدي قناه الرافدين الفضائيه الكرام. حياكم الوهله الاولى لهذا الاجتماع وليس مؤتمرا في بغداد جرى بعد موافقه وضوء اخضر امريكي بغيه تسويه الخلافات السعوديه الايرانيه، لان الجوله المكوكيه التي جرت لسعات البريد في العمليه السياسيه من رئيس البرلمان الى رئيس الجمهوريه الى رئيس الحكومه في العراق حقيقة من خلال هذه الجولة التي أراد تقريب وجهات النظر لصالح إيران وتخفيف وضع العقوبات الاقتصادية عليها، عقد هذا الاجتماع وكان الزيارة الأخيرة لعادل عبد المهدي حسب ما سربت لنا من معلومات دقيقة أنه وعد السعوديين بأن علي لرجاني ووفد كبير إيراني سيحضر لمناقشة الملفات العالقة على مستوى المنطقة، لا سيما سحب ملف الحرس الثوري الإيراني من سوريا ومن عموم المنطقة وعدم دعم الميليشيات والتدخل في الشؤون الداخلية. لكن حقيقة ما سجلناه على هذا المؤتمر، أولا عدم حضور لرجاني ومخالف للبروتوكول المعمول به، لأنه اجتماع لرؤساء برلمانات ومجالس نيابيه سياسيه وجميعهم حضروا، وهي رساله ايرانيه ايضا تفيد بدول الجوار ان العراق لا زال تحت الهيمنه الايرانيه، وبالتالي يكتفون بوجود ممثل لهم بسيط، ومن ثم العراق موجود هو خاضع للتحرك الايراني في المنطقه. ثانيا، انه تعمد ال الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي بعدم ذكر عادل عبد المهدي باسمه الصريح، هذا حقيقه على عدم الرضا الذي حضرته رساله عادل عبد المهدي قبل 24 ساعه في السعوديه، والذي وعد السعوديين بان الامور مهيئه لحل كبير داخل هذا الاجتماع، وكان يؤمنهم كثيرا على الرسائل التي حملها من ايران الى السعوديه. وبالتالي اذا ما اخذنا ان الاجتماع لم يتضمن الى اي اشاره لمعالجه المشاكل الجاريه في المنطقه وفي العراق، مما يؤكد على انه روتيني، وبذلك حقيقه واضحا اصبح عند قراءه البيان الختامي للمؤتمر لم يقراه رئيس الوفد او رئيس البرلمان في العراق، ولم يحضر رؤساء الوفود من الدول المشاركه، انما اكتفى المتحدث باسم رئيس البرلمان الحالي في العراق بقراءته، مما يؤكد على ان الاجتماع فشلا ذريعا، وبالتالي لا يوجد هناك اي قيمه له تذكر على المستوى السياسي وعلى المستوى الذي عقد لاجله. يعني اليس من الافضل على حكومه عادل عبد المهدي حل معضلات البلاد، على راسها مثلا اكمال التشكيله الوزاريه بدلا من ان تصور الوضع في العراق على انه مستقر؟ اولا هؤلاء لا يعنيهم العراق بدليل انهم يذهبون بالمساعدات، فتمر المحافظات الجنوبيه المنكوبه بالفيضانات وتدخل ارتالهم الى داخل ايران، وبالتالي راينا ان هذه الحكومه توفر اموال لنقل الحشد ميليشيات الحشد داخل ايران، واليات اخرى من وزاره الاسكان ووزاره الري من حصارات وامور اخرى لمساعده الايرانيين في السجون، وتترك العراقيين، فهؤلاء من باب اولى لا يهمهم ان يهتمون بالتشكيل الوزاريه التي هي لهم ولا بمصالح العراقيين، وبالتالي هم يزينون هذه الاجتماعات لاغراض ليس ايضا للعراق انما لايران، وبالتالي هم ارتضوا لانفسهم منذ تشكيل الحكومه ان يكونون سعاد فريد في المنطقة لصالح تخفيف الحصار على إيران، ولصالح أن تبقى إيران ممتدة في العراق وفي سوريا وفي لبنان. ولذلك رأينا أن الاتفاقيات الاقتصادية التي وقعت مع إيران من خلال هذه الحكومة وأبرزها السكة الحديدية التي تمر من طهران إلى البصرة إلى الأنبار إلى سوريا إلى البحر الأبيض المتوسط، هي لصالح عملية الطريق الحريري لإيران. إذا ما قارنا هذه الاتفاقيات بالاتفاقيات التي تجري مع دول الجوار العربية التي هي عبارة عن تبادل بضائع استثمارية ليس إلا، فلذلك من هنا يؤكد على أن هذه الحكومة تسعى للمصالح الإيرانية ولا تسعى إلى أي قيد لمصالح العراق ولا إلى شعب العراق،
وبالتالي تعمد وتوفر كل الامكانيات العراقيه لصالح السيطره الايرانيه. طيب. التي تسعى ايضا لكسب الوقت في خلال 2019 من اجل ربما تظن ان ترامب سيتغير في الانتخابات الامريكيه القادمه. ما مدى دقة كلام محمد حلبوسي بأن العراق لا يكون ضمن سياسة الحوار المحاور عفوا في المنطقة؟ يعني هذا الكلام يعني ليس له قيمة سياسية. هم أدخلوا العراق ضمن الصراعات الإقليمية والدولية، وبالتالي هم أدخلوا العراق ضمن هذه الصراعات عندما سمحوا لإيران بأن تتمدد وأن تدعم ميليشيات الحشد وأن تكون خاضعة للمحافظات الغربية وعلى الحدود السورية، وبالتالي أصبح العراق مقر لتدريب لواء الدقيق. لماذا إذا كان هو صادقا بهذه القضية لا يصوت على طرد عز العمال الكردستاني الموجود في سنجار؟ يطرد لواء الدقيق من شرف الصخر، يطرد الحرس الثوري الإيراني من قاعدة شرف الصخر ويعيد أهلها، يقطع الحدود السورية العراقية، يسحب الميليشيات من هذه المحافظات، لا يسمح للحرس الثوري الإيراني أن يمد دعما لوجستيا وميليشياويا داخل الاراضي السوريه ونقل الاسلحه الى هناك. فاذا هذا كلام حقيقه مجرد ذر الرماد في العيون، انما اصل القضيه ان العراق واقع في قلب العاصفه وفي قلب المحاور، وبالتالي تلك الاطراف السياسيه والميليشيات هي من جعلت العراق في حقيقه المواجهه الفعليه لسياسه المحاور الموجوده في المنطقه وعلى المستوى ليس فقط على الاقليمي انما على المستوى الدولي. ولذلك تشابك الخنادق في العراق حقيقه اليوم اصبح كبيرا وواضحا، وحتى الشعب العراقي يعيه. فلماذا هذا الكذب السياسي على الشعب العراقي وعلى الاعلام الذي حقيقه لم يكفي منه ان العراق غير عادل؟ وهذه الامنيات لم تتحقق لانهم هم ايضا من ضمن سياسه التحاور الموجوده في العراق. الكاتب والمحلل السياسي الاستاذ عبد القادر النايل كنت معنا، شكرا جزيلا لك.